كيف أنت مع الصلاة؟ كيف أنت إذا قال المنادي الله أكبر الله أكبر يرددها؟ فلا أكبر من أمر الله، وهي أمر الله الذي أمر الله به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، هي الصلاة. الصلاة أمر ملازم في أمنك أو في خوفك، في سلم أو في حرب، في عافية أو مريض، مقيم أو مسافر، قائم جالس مضطجع، ما تترك الصلاة. الصلاة عبادة معك يومية، كل يوم 5 مرات تمارس هذه العبادة.